الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. نحمد الله جل وعلا حمدا يليق بجلاله وجماله وأسمائه وصفاته. نحمد الله جل وعلا على كل أمر قضاه. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الزيغ والشطط والكفر والنار، ونسأل الله تعالى في هذا المجلس الطيب المبارك أن يمن علينا بالمعية، وأن يجعلنا من أهل الجود والفضل والخيرية في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه جل في علاه يعلم ونحن لا نعلم، وهو علام الغيوب. يعلم سبحانه من سكن واختفى وتوارى في الأبدان عقودا، داهم بشر وبكفر، وقاتل بشر وبكفر، وعقد بشر وبكفر، وآذى بشر وبكفر، أمرض بشر وبكفر، وأحزن بشر وكفر، يعلمه الله سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب. الله جل وعلا معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ولا يخفى عنه شيء من حالنا. الله، نسأله في هذا المجلس الطيب المبارك الشفاء والبلسم والدواء والنصر على الأعداء. نسأله سبحانه أن ينصرنا إنسا وجنا في الأبدان، من حبسوا وسجنوا وعدلوا وربطوا وصفدوا سنين، لتبقى الأجساد في العلل والأسقام والأحزان أبدا دائما دائما، لا فرح دائما، لا سرور دائما، لا سعادة دائما، لا بهجة دائما، لا أنس دائما، لا محبة دائما، لا مودة. جعل الأبدان تهيم في صراب ليلا ونهارا، والجن والشياطين عقدوها بعهود ووعود فهي تمضي عليها ليلا ونهارا. الأبدان مكلومة ومحسودة ومسحورة ومطلوبة، والجن تعلم هذا والشياطين، ألا إن نصر الله قريب. فبداية نذكر من سكر الأبدان وفي قلوبهم نور من الله جل وعلا، فحركوا الأبدان إلى صلاة وإلى دعاء وإلى خشوع وإلى قيام، حرقوا الأجساد إلى أنوال وطاعات من رب الأرض ورب السماوات، حتى يتسنى لها الدفاع والاستماثة على عقول وأفهام وأعراض ودماء، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. دعاؤنا إلى كل فئة صالحة تقية نقية طاهرة، تحرص حرصا على بقاء السلامة والصحة والإيمان في البدن. قواكم الله وأعزكم ورفع قدركم وأعلى شأنكم وجعلكم أخيارا في الدنيا والآخرة.
بداية في هذا المجلس الطيب المبارك نذكر الأباليس الغلاظ والشداد أن الأبدان أنتم أعلم بعللها وأعلم بأحزانها ووساوسها، فسكنتم عقولها وأفهامها، سكنتم حسها وإحساسها وجوارحها. الساحر جاء بطلبة قوية، والساحرة رمت برمية قوية، جاءوا بسحر عظيم، أنتم أهله وخدامه وحراسه وأعوانه. فيا من سكنت وأنت إبليس من الأباليس، يا من سكنت وأنت إبليس من الأباليس، يا من سكنت بمواء بنباح، يا من سكنت بزئير أو صليب، يا من سكنت وأنت قوي في خفاء، يا من سكنت وأنت قوي في خفاء، أيها الإبليسي، أيها الناري الطيار والغواص، أيها الكلب، أيها الجمل، أيها القرد، أيها الذئب، أيها الخنزير، أيها الأسد، أيها الصقر، أيها الغواص، أيها الثعبان، كيفما كان حالك وشهرك وقوتك، بجناح وأجنحة، برجلين وأرجل، بقدمين وأقدام، بجناح وأجنحة، بيدين وأيدي، بقدمين وأقدام، برأس ورؤوس، أيها القوي في البدن. إبليسي جئت بأسحار الظلم والانتقام، بأسحار العداوة والانتقام، بأسحار الذلة والانتقام، بأسحار البغضاء والانتقام. كتبوا لك في السحر لا بد أن يرى الجسد الظلم والعدوان والانتقام، لا يفرح في زوج وزوجة أبدا، ولا يفرح في فراش وأنس ومحبة وشهوة أبدا، لا يفرح في أبناء وذرية واستقرار أبدا، لا يفرح في بيت أو عمل أو مال أو وجاهة أبدا، لا يفرح في علو رتبة أو مكانة أو عزة بين الأقران أبدا. جعلوكم على هذا الجسد حربا وندا وضدا. معشر الأباليس، إن كنتم يهود فاسمعوا، وإن كنتم نصارى فاسمعوا. يا يهود ويا نصارى، يا يهود ويا نصارى، إلى أهل الإسلام، من قيدوكم وأنتم على الإسلام فحاربتم الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. يا أهل الإسلام في الأبدان، يا أهل الإسلام، يا مسلم ويا مسلمة، يا مؤمن ويا مؤمنة، يا مسلم ويا مسلمة، ويا مؤمن ويا مؤمنة، يا مسلم ويا مسلمة، ويا مؤمن ويا مؤمنة. قيدوكم بسحر عظيم في القبور، قيدوكم بأسحار عظيمة في الدثور، قيدوكم بأسحار عظيمة في الآثار، في الرمال، في الآبار، في البحار، قيدوكم بأسحار عظيمة أحرقت، أضربت في النيران، قيدوكم بأسحار عظيمة بالمشموم، بالمشروب، بالمأكول، قيدوكم بأسحار عظيمة على صورة، على لباس، على شعر، على آثار نجاسة، على آثار جنابة، على خطى، قيدوكم بأسحار عظيمة. ذبح العجل والبقر والظأن والغنم والطير والحيوان، ذبحوا ذبحا عظيما وسفكوا دماء عظيمة، وجرى في مجاري ونجاسات بسحر عظيم. إبليس يا
إبليس في هذا الجسد إبليس، يا إبليس يا إبليس بتاج، يا إبليس أنت بتاج، يا إبليس أنت بتاج، يا ملك يهودي أنت بتاج، يا ملك نصراني أنت بتاج، يا ملك أنت بتاج، يا ملك على العشق بتاج، قوية أنت سوداء، قوية أنت حمراء، قوية أنت خضراء، قوية أنت صفراء، قوية أنت سوداء، قوية أنت يا حية يا عظيمة، يا حية يا عظيمة، يا حية يا عظيمة، يا حية يا عظيمة، من القدمين إلى الساقين إلى الفخذين إلى العورة إلى البطن إلى الصدر والقلب إلى الرقبة إلى الوجه إلى الدماغ، قوية عظيمة، قوية عظيمة، بالعشق قوية عظيمة، بالحقد قوية عظيمة، بالغل قوية عظيمة، بالسحر قوية عظيمة، بالكفر قوية عظيمة، بالظلم قوية عظيمة، بالعدوان قوية عظيمة، بالانتقام قوية عظيمة، بالعهود والوعود، بالنجم والكوكب والشمس والقمر قوية عظيمة، حية قوية عظيمة، حية قوية عظيمة، على العقل قوية عظيمة، على الناصية قوية عظيمة، على القافية قوية عظيمة، على العينين قوية عظيمة، على الجفنين قوية عظيمة، على الشفتين قوية عظيمة، على اليدين قوية عظيمة، على القدمين قوية عظيمة، يا حية يا سوداء، أحزنت كثيرا، فرقت كثيرا، أحزنت كثيرا بأسحار الخيوط والعقد، بأسحار العقد، بالسحر المعقود، عقلوك على هذا الجسد ظلمة، لا سعادة في الجسد، لا راحة في الجسد، لا محبة في الجسد، لا فراش في الجسد، لا راحة في الجسد، لا سعادة في الجسد، لا محبة في الجسد، لا راحة للجسد، لا سعادة للجسد، لا محبة للجسد، لا استقرار، لا استقرار مع الأهل، لا استقرار مع الأهل، لا استقرار في الفراش، لا استقرار مع الأهل، لا استقرار في الفراش، لا استقرار مع الأهل، لا استقرار في الفراش، لا استقرار، يا شيطان يا حي، يا شيطان يا حي، على النعم لا استقرار، على النعم لا استقرار. انك ما تبقاش تشغل مع الحركات، لان يديك كتسمعني، ان يديك كيطيح لك التوحيد، شتي عقلت يعني ها كيطيح وكتعاود تهزو صح، كترجع انت الوعي عاوك ترجعو كيطيح لك التوحيد، كيسقط هكذا وكيتجمع وكتعاود تجمعو، واحد الوقيته راه حتى النفس تاعك، حتى النفس تاعك مابقاش عادي. علاش نقول لك هذا الكلام دابا؟ باش تعرف انني انا ركزت عليك انت، ماشي على زوجتك، تعمد تركز لي، انا عندك ثعبانه قويه عاشقه، شوفني ركزت عليك هايضي كتجاوب معايا، ولكن ما تكونش انت كتعاونها، باش كتعاونها؟ كتبغي تفيق، كتبغي ترجع، كتبغي تحرك رجليك، وهذا ماشي في صالحنا، فهمتي؟ هكذاك بقى انت عادي، لا غير بقى عادي، الله يعطيك، يلا بسم الله. لا اله الا الله، لا إله
يجعلها على قلب كل ظالم وظالما. ظلموا قلوبا طيبا، ظلموا نفوسا طيبا، ظلموا بيوتا طيبا، ظلموا أرواحا طيبا، بالكفر ظلموا، بالسحر ظلموا، بالحسد ظلموا، بالكفر ظلموا، بالسحر ظلموا، بالحسد ظلموا، بالكفر ظلموا، بالحسد ظلموا، بالأسحار ظلموا، ظلموا قلوب طيبة، ظلموا نفوس نفوس طيبة، ظلموا أرواح أرواح طيبة، بالكفر ظلموا، بالكفر ظلموا، بالحسد ظلموا، بالأسحار ظلموا، في المحبة ظلموا، في المودة ظلموا، في المحبة ظلموا، في المودة ظلموا، في الاستقرار ظلموا، في استقرار الروح ظلموا، في استقرار النفس ظلموا، في استقرار العاطفة ظلموا، في استقرار المحبة ظلموا، في استقرار الأزواج ظلموا، في استقرار الذرية ظلموا، في استقرار الخيرات ظلموا، في استقرار البركات ظلموا، شياطين سكنت بسحر عظيم، شياطين سكنت بحسد عظيم، أسكنوها ظلما، أسكنوها حقدا، أسكنوها حسدا، أسكنوها سحرا، جان عذبت سنين، جان فرغت سنين، جان فتنت سنين، جان أحزنت سنين، جان تسمع الآن في العقول، ترى الآن في الأبصار، جان تستشعر الآن في القلوب، جان في اليمين، جان في الشمال، جان في الدماء، جان في العورات، جان تسمع الآن وترى، جان علمت أنها معذبة، عذبت سنين، أنها مذلة، أذلت سنين، جان تعلم أنها ساحرة، سحرت سنين، أنها حاسدة، حسدت سنين، جان تعلم عشقت نفسها، روحها، قلبها، سوعة وعورة، عاشقة متيمة، ظلمت إلا بعل زوجها، ظلمت زوجين، في القلب ظلمات، في العقل ظلمات، في العينين ظلمات، في القلب ظلمات، في القلب ظلمات، في العقل ظلمات، في العينين ظلمات، في اليدين ظلمت، في العورات ظلمت، في القدمين ظلمت، ظلمت زوجا وزوجين اثنين، عشقها على النفس قوي، عشقها على الروح قوي، عشقها على العاطفة قوي، عشقها على الأخلاق قوي، عشقها على القوام قوي، عشقها على العورات قوي، عشقها على الكلام قوي، ظلمت زوجا وزوجة.
ضربت زوجا وحله، ضربت زوجا وبعله، ضربت زوجا وذريته، ضربت زوجا وبيته، ضربت زوجا وباله، ضربت زوجا وطاعته، ضربت زوجا وقضاه واستقراره. عاشق مضيعه تسمع الان في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال. عاشق بالعين ورمت، بالنفس ورمت، بالحسد ورمت، بالاسحار ورمت. عاشق تسمع، عاشق تسمع، عاشق تسمع. سحرها قوي عليها قوي، اسحار عليها قويه، اسحار عليها قويه. بذبح العجل قويه، بذبح البقر قويه، بذبح العجل قوية، بذبح البقر قوية، بضحل بضبن بمعز قوية، بضبن بمعز قوية، بطير قوية، بذبح ودم قوية، أسحار عليها قوية، عهود عليها قوية، تسمع الآن وهي تعلم، في الشمال تسمع وتعلم، في الأنفاس تسمع وتعلم، في العقل تسمع وتعلم، بالذبح عليها قوية، بالدماء، بدم المقتول، بدم الحيوان، بدم النفاس، عليها قوية، بالحيض عليها قوية، بالنفاس عليها قوية، بالحيض عليها قوية، بالنفاس عليها قوية، بدم الطير والحيوان، بدم الإنسان، أسحار عليها قوية، في الشمال، أسحار بها عقلات، في الشمال عليك للدم بطير أسود، في حيوان أسود، قيدوك عليه كافرة، عطلت الصلاة، حجبت الصلاة، وسوست في الصلاة، أخرت الصلاة، قيدوك عليه كافرة، يهودية بكفر عظيم، نصرانية بكفر عظيم،
قيدوك عليه، قيدوك عليه، قيدوك عليه، في العروض قيدوك، في العظام قيدوك، في الأعصاب قيدوك، في الشمال قيدوك، على القلب، على القلب والروح، على النفس والروح، على القلب والروح، على النفس والروح، حي تسعى في ثعبان عظيم، 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 مع غواص عظيم بدم 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 عظيم، حي تسعى في الغرات حي تسعى في القرات الضم، حي تسعى في القرات الضم، حي تسعى، حي تسعى في القرات الضم، تجري تجري الآن، تمشي تمشي الآن، تزحف تزحف الآن، تغوص الآن، في القرات الضم، في القرات الضم، في العظام، في العظام، في العظام تخرج، في القرات تخرج، في العظام تخرج، في القرات تخرج، في العظام تخرج، في القرات تخرج، في اليدين تخرج، في القدمين بالشمال، عقد
بالشمال بأسحار بالشمال سراويك بالانتقام يا ضيق سراويك بالانتقام يا ضيق سراويك بالانتقام يا ضيق شياطين تسمع بسحر الانتقام شياطين تسمع بأسحار الانتقام جاءت بأسحار الانتقام من النساء بأسحار الانتقام من العشيقات والخليلات بأسحار الانتقام من الزوجات والطريقات بأسحار الانتقام من الجارات والقريبات بأسحار الانتقام أسحار سكنت سنين أسحار شجدت فرغت سنين أسحار أبانيست وفي الدماء سنين حصونها في العقول والأفهام والأبصار سنين شياطين فرغت شياطين شجدت شياطين فرغت شياطين شتت عودها على الذبح والذبح عودها على الذبح والذبح عودها على الذبح والذبح عودها عودها على الذبح والذبح عودها على الذبح والذبح بالشمال أبارس بالشمال شياطين بالشمال أبارس بالشمال شياطين بالشمال أبارس بالشمال تحلق هو بسم الله عبدت سنين أغمضت سنين على الخيرات سنين على البركات سنين على المحبة على المردة سنين على الفراش والإماء سنين الله أكبر الله أكبر لا بالشمال عقد المسجون بالشمال علموا أن الروح ضيئة علموا أن القلوب ضيئة علموا أن النفوس ضيئة لكن أصحاب عظيمة أصحاب عليهم عظيمة عقد عليهم عظيمة عهود عليهم عظيمة تحل بسم الله تبت بسم الله تحل بسم الله تبت بسم الله تحل بسم الله تبت بسم الله عهود في الشمال تحل بسم الله تبت بسم الله أسحاب في الشمال تبت بسم الله تنسب بسم الله تبطل بسم الله إلى من سكنوا الشمال أبارسة إلى من سكنوا الشمال ملوك
عاشقك عاشقك حي يا متيم من بعيد من قريب من قدير حي تسمع ملكة تسمع شيطان تسمع عقدوها قبضوها صفدوها كبلوها الله تقي أحزان سنين الله تقي الجفاء سنين الله تقي الشتات سنين الله أكبر من كل ساحر صحرت بين الزوجين صحرت في الزوجين الله أكبر من كل ساحرة سحرت قبل الزواج سحرت في الزواج سحرت بعد الزواج من الإنس والجان من الإنس والجان سحرت في الزواج خدام الله سواد تحل قيودكم بسم الله خدام
الغروب والقمر والكواكب بالنجوم والقمر والكواكب أسحار ضيما للشمي والطين يسحار للعباريد يسحار للمرمة يسحار للأبارسة يسحار في المجاري والجلسات يسحر على الاسم والصورة والأثر والعمل والمال والزواج والفراش والثبات والاستقرار يسحر شياطين بالعهود فرطت أما شياطين بالوعود فرطت شتتت تسمع الآن أنتم خدام أنتم حراس
الصوت أنا عدتم أنا عدتم أنا عدتم أحزنتم فرغتم أنا عدتم فرغتم أساتم وسوستم وسوستم أحزنتم أضلتم أحزنتم أضلتم بين الأزواج كثيرا جاء المحبة كثيرة عطرت الجماع كثيرة عطرت الولادة كثيرة عطرت السعادة كثيرة سحر عظيم يا النساء سحر عظيم يا النساء سحر عظيم يا النساء سحر عظيم يا النساء وسواس لا شفاء
الهواء وسوس لا شفاء وسوس لا محبة لا مودة لا فروش لا سعادة وسوست كثيرا فرقت كثيرا وسوست كثيرا إلى كل عاشقة متيمة الصلالة وترى إلى كل عاشقة قوية متيمة فاستولى وترى إلى كل عاشقة متيمة فك عقدا حل عقدا انصر عبدا مصطفى طاعة لله جل وعلا لا إله إلا أنت سبحانك هديت من الأحباب هديت من الأحباب هديت من الأحباب اللهم اهدهم اللهم اهدهم في اليقظة والمنام اهدهم بهذه الرقية والدعاء والموعظة والبيان والكلام اهدهم اللهم اهد عقولهم واهد قلوبهم واهد أرواحهم واهد أيديهم وأقدامهم إلى الخيرات وإلى البركات اللهم أمر قلوبهم ليعلموا أن السحرة سجلوهم وقيدوهم وحبسوهم وقول في الأبهام في أيدي وأقدام بهم تحل وتفك عقد وتبطل لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم إنهم عبادك أسمعناهم ورأينا في أنفاسهم وأيديهم اللهم إنهم خلق من خلقك اللهم ارض عنهم وأحبهم وأعف عنهم وتجاوز عنا وعنهم واجعل في أيديهم الشفاء وفي أنفاسهم الشفاء وفي نفسهم الشفاء وفي لمسهم الشفاء وفي حركاتهم الشفاء وفي قوتهم الشفاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نرى ربنا أنفاسا نرى ربنا أنفاسا وحركات إلهنا وسيدنا ومولانا اللهم قو إيمانا في قلوبهم فلا يخشى كافرا ولا فاجرا ولا حاسدا ولا ساحرا ولا قيدا عظيما تكسر بإيمانهم بأذكارهم بكلام ربهم سبحانك ما جلك وما أعظمك سبحانك سبحانك ما شر الجن جل في القلوب خيرا حبا ونورا وفضلا وجمالا وسعادة وانشراحا وهداية وخيرا جل في الأوراد خيرا في العقول خيرا وسيدنا ومولانا تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك شيء من حالنا الله أكبر نسمع في عالمهم يستري بباس البياض ليشرف بأنوار البياض الله وأشرقت الأرض بنور ربها الله أكبر ما أحلاها ما أطيبها ما ألقاها الله أكبر افتحوا لها الأبواب
الأبواب، تفتح لها الأبواب، تفتح لها الأبواب في قلوب، في قلوب حزينة، في صدور حزينة، في قلوب حزينة، في صدور حزينة، في قلوب مسحورة، في صدور مسحورة، في أرواح مسحورة، في عقول مسحورة، تفتح لها الأبواب. الله أكبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، ويرزق من حيث لا يحتسب. يا خير الله تحال بسم الله. عمر كانت على القلوب ميتة مظلمة سوداء قوية كبيرة كثيرة، تحال بسم الله في الصدور، تحال في القلوب، تحال في الأعراض، تحال في البطن والأحشاء والأماء، تحال على الصور، تحال بسم الله، تحال بسم الله. يا معشر الجن من الذعب والحياء، من الذعب والحياء، معشر الملوك من الذعب والحياء، فكوها حلوها بسم الله، 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 فكوها حلوها بسم الله. والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إلى كل من جاءوا إلى هذه الأبدان، طاعة للأبارسة وطاعة للشياطين وطاعة للمرضى، فأذلوا كثيرا في كل أحوال الجسد، أذلوا كثيرا. إلى من جاءوا فعذبوا كثيرا، جاءوا فأمرضوا وأوهروا كثيرا، جاءوا بالذلة بأصحاب الذلة كثيرا، وأنتم الأهل في الجسد. إن الله تعالى أسمعكم، ولولا الله ما سمعتم، فكنتم بفضل الله تعالى في استجابة في نفس وفي يد وفي يدين وفي زوج وزوجة وزوجين. إني أعظكم أن تركبوا معنا وأن لا تكونوا مع الكافرين، أن تركب معنا، اركب معنا طاعة لله جل وعلا. أقول الاستعبان المصراني العاشق، أقول الاستعبان المصراني، وأقولها للعاشق، أقولها للخيات. هذه الزوجة كذلك ظلمت كثيرا، صح أم لا؟ ظلمت سنين وأذيت سنين، جاءوا بالعهد والوعد، ما دامت مع الزوج لن تسعد أبدا، ما دامت مع الزوج فلن تفرح أبدا، ما دامت مع الزوج فلا فراش أبدا، ما دامت مع الزوج فلا سعادة أبدا. أعطوا عهودا لهذا الزوج لن يسعد أبدا أبدا، فالتقت أذية في الزوج وأذية في الزوجة، فتحتم عليهما حتى آذيتم كل شيء فيهما وبينهما وعليهما. كنتم ولازلتم منذ سنين، منذ أن التقى هذا الزوج بزوجته، وأنتم عليهم بالعهد الكفري والسحر، سحر من النساء، سحر من النساء، سحر النسوة، سحر النسوة، قطعن أيديهن حسدا وحقة وخلا ودما، غلا وحقدا وغينة وكفرا، لن يتزوج أبدا، وإن تزوج فلن يسعد أبدا، إن تزوج فلن يجامع أبدا، وإن تزوج لن يفرح أبدا. فكنتم أنتم الأبرز على هذا العهد، شياطين
ذكرا وإناث وشيطانا إبليسية حية أصبحت متيمة عاشقة للكلية. إن الله تعالى يعلم حالك موضعك مستقرك سرك حقيقة أمرك ويغفر ويغفر سبحانه وتعالى ويعفو ويغفر سبحانه وتعالى. أقولها لك لكن إياك إياك أن تتبادي في الظلم على قدر ما جئت من معاصي وآثام. إذا صدقت مع الله جل وعلا الآن فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك كل ما مضى وكل ما كان بل ويبدل الله السيئات حسنات ويكون في أجر السعادة والمحبة والقرب والطاعة واللذة والعبادة. وهذا خير من الله صاغه الله تعالى كل ما سكنت لها كثرة فأسلمي فأصبح تائبا منيبا. لكن القوة بقوة العزيمة والجسد والنجاسة والذبح والدم والسحر والحسد والعشق أيضا. وأنت أيضا أيها العاشق في الزوجة أيها العاشق أنا علمت أنك ظالم لهذه المرأة السنين. انظر كم سوى متزوجة ما شعرت بزوجها ولا مرة سنين طويلة جدا 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 ما أحست بقربه ولا مرة صح ولا ما أحصت بدنوي واقترابه وحبه. وأنت عليها أخذت قلبها وإحساسها وما كان معك من الحيات الخادمات الحاسدات على كل شيء. وذاك الذي تلبس كذاك في شكها وشماعها بالصليب يقاتل من أجله ذاك الثعبان القوي أسلم لربك عز وجل. إن رب عظيما هو الذي جلاكم سبحانه وتعالى وأظهركم بعدما أورثتموهم العياء سنين حتى كادوا يضعوا السلاح وكادوا يستسلمون للاستسلام لكل إبليس وشيطان. والله جل وعلا ينصر سبحانه وينقذ وينجي ويعفو ويعز ونسأل الله أن يعوضهم خيرا. وأنتم تكونوا بإذن الله سببا من أسباب البر والخير ونحن سبب كذلك من أسباب البر والخير لكم ولهم بإذن الله جل وعلا. فتعاونوا على البر والتقوى. إلى كل جان الدنيا جميلة من شرح الصدر وطهارة القلب والصدر من الضغائن والأحقاد والحسد والمكر والخداع والكفر والسحر. الله جميل وجملنا بخلقه جملنا سبحانه بأخلاق وجمل الله تعالى بخلق وجمل الله تعالى بخلقة فأراد الجمال في كل شيء. فهيا إلى الله عز وجل لا تركنوا إلى الظالمين إلى من أفسدت طباعهم وأخلاقهم وأفعالهم وأقوالهم. كونوا خلق الله على بر وطاعة. إلى كل من أحب القبور والنجاسات والجناية أحب الكناية أحب الضغائن أحب المكر أحب التسائس أحب عالما كان أسودا لا يرى فيه نور أبدا. والله جاء بك إلى أبدان تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم تحب القرآن تحب الخير تحب الصدقة تحب البر تحب الإحسان تخشى تلين بأخلاق وباستكانة بطيبة بحب صادق يرجون لأنفسهم فلاحا وصلاحا لغيرهم. فلا تكونوا عونا للآثمين لا تكونوا معاول حلم وكونوا بنائين على أسس متينة بالبر والخير. قواعدكم ترفع تطرى أعلامها وأنوارها في الدنيا والآخرة فتؤجرون عليها بإذن الله تعالى. وهنيئا لمن استعمل الله تعالى فيما يحبه يا الله. يا معشر الجن يا معشر الجن إن لكم نفوس ربها الله ولكم قلوب ربها الله. لكم نفوس ربها الله ولكم قلوب ربها الله. لكم نفوس ربها الله ولكم قلوب ربها الله. لكم نفوس ربها من الله ولكم قلوب ربها الله. ومنكم من يقول ليس ربها الله. منكم من يقول ربها إبليس
منكم من يقول ربها الشيطان، ربها إبليس، وهذه نوع من الاستجابة تجلي أن ثمة أعداء أشداء أقوياء لا زرع الكفر، وأن هناك من يخشعون، وهناك من ينبضون، وهناك من تفك عقدهم، فاجتمعت أحوال الكفر والإيمان في الأبدان، أحوال القرب من الخير والقرب من الشر في الأبدان اجتمعت. ونسأل الله تعالى بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلها طائعة عما قريب. وهذا نص تجلى بفضل الله تعالى به تزداد همم المسلمين إسلاما وإيمانا، وتستبشر قلوب وأبدان الإنس والجان في الأبدان وخارج الأبدان إيمانا. ونسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه. واعلموا أن لكل واحد منكم معنا بإذن ما يناسبه في جسم خاص به بإذن الله، إما بدعوة الأولين أو بشدة وتعذيب ويقع على الكافرين، أما الحب والخير واللين فيقع على من آمن بالله جل وعلا. هذه وصيتي، ولنعلم أن في سير إلى الله بالثبات وإلى شفاء بفضل الله جل وعلا بالثبات، وما توفيقي إلا بالله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.